فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال سابق في درس سابق صححه صاحبه، ويقول: وكلت شخصا بشراء أرض فاشتراها لي وهي الآن في ملكي، والوكالة ما زالت لدى هذا الشخص، هو الآن يريد شراءها مني، هل يجوز لهذا الوكيل أن يبيع هذه الأرض ويشتريها لنفسه بهذه الوكالة ودون حضوري؟ إيش يقول؟ شراها لك. نعم. ثم أراد الوكيل أن يشتريها لنفسه. إذا أنك قبضتها أنت، قبضتها بحدودها، ثبتت ملكيتك عليها، يجوز أن تبيعها للوكيل الذي اشتراها لك. نعم.